بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على الأضحية ديال العيد، ونقول لكم مبروك عواشركم، كل عام وانتم بخير. فيما يخص الاختيار ديال الحولي اللي كندخلوا السوق وكنبداو كنقلبوا على الحولي اللي غادي نشريو، بعد ما كنفكروا اش من حولي غادي ناخذوا، هنا كنبداو كنقلبوا السمونيه، كنقلبوا واحد مجموعه الاشياء اللي تكلمنا عليها كيفاش ندخلوا السوق، كيفاش نقلبوا، كيفاش نختاروا الحولي ديالنا. الان غنشوفوا السن ديال الحولي، العمر ديالو. كنبداو كاين الحولي اللي هو ولد العام، يعني كيكونوا باقي السنان ديالو كلهم صغار، كنقلبوا السنان اللي كيكونوا باقي صغار، هذا كيتسمى الحولي ولد العام، ولا كيبدا طالع في العام الثاني، يعني كتبدا واحد السنينات القدامين، هذوك الكبار ديالنا، الكبار هادو كيبداو كيكبروا، هذا كيتسمى غادي طالع في العام الثاني، يعني كيتسمى تني السنه الثانيه، اولا كيبدا كيهرس باش يطلع السنه الثالثه، كيبدا كيهرس واحد السنه باش كيدخل في المرحله ديال السنه الثالثه، كيعد عنده 3 سنين يعني، وعاد باش كنطلعوا عاوتاني للسن الرابع. هذاك السن الرابع اللي غنتكلموا عليه، السن الرابع والخامس والسادس، لانه هو كيكون كبير في العاج، وميمكنش مثلا اننا ناخذوه الا كان سمين الحولي، الا كان سمين واخا يكون عنده الرابع، كيكون السنة الرابعة عنده يعني 4 سنان كبار ديولو، راه كيكون مزيان، ولكن إلا ما كان سمين كنصح جميع الشراية ولا اللي غادي يضحيو ما ياخذوش. ونحضيو واحد القضية، بأن راه كاين الحولي اللي كيبان لك مفورمي وواقف، فهمتي، ولو أنه ما عندوش 4 سنين كيكون الفحل ديال الغلم، هذاك الفحل ديال الغلم كنصح بأن حتى شي واحد ما ياخذوه. علاش؟ راه كيكون فيها الكادر، راه ما سمين، ما عنده ما فيه لا سمونيه لا لحم لا والو، هذاك كيبقى مع الغلم، لانه كيخلوه هما هذوك الفلاحه على اساس انه باش يكون هو الفحل ديال الغلم اللي غادي يولدوا منه واحد المجموعه، كيكون كيعجلوا واحد الحولي كيكون زوين وفهمتي سردي، وهذا كيخلوه مع الغلم اللي باش يولدوا الخرفان في السنوات الماجيه. هذا فيما يخص مساله ديال السن، يعني خصنا نركزوا مزيان ونشوفوا السن. كيف ما قلنا انه الا كانوا باقي السنان صغار، هذاك راه السنان كيكون تسمى ولد العام، وهذاك راه مزيان واللحم ديالو طري وصغير وكيطيب دغيا. بالنسبه للثني اللي كيكون عنده يلا السنه الثانيه، كيكون عنده السنان جوج كبار بداو كيكبروا، كيكون مثلا هذاك ثني تا هو اللحم ديالو كيكون شويه شاد، ولكن كيكون بنين وزوين وكيكون مزيان في الطياب. بالنسبه للسنه الثالثه يعني كيبدا كيهرس واحد السنه، كيدخل في السنه كيبدا داخل، كنسميوه كيبدا كيهرس، كيقول لك هو راه بدا كيهرس باش يدخل السنه الرابعه، فهمتي، وهذا خاصك تركز مزيان. الا ما كان سمين ما تاخذوش، الا ما كان سمين ما تشريش، خاصو يكون سمين ومفوت السمونيه، على اساس ان اللحم ديالو راه كيكون بحال ديال العجل، ولهذا خصنا نركزوا مزيان على حساب باش الا ما كان سمين انا كنصح ما تاخذوش، وركزوا مزيان وشوفوا هذه القضيه ديال النقطه ديال السمونيه، ويكون مفوت في السمونيه، ماشي سمين عادي زعما كي متوسط انه كيكون قد الشحمه قد اللحم، لا كيكون مفوت، على اساس انه هذاك الشحمه اللي كتكون في اللحم كترطبوا باش يطيب دغيا. نتمنى ان تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وشكرا وكل عام وانتم بخير.